الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صاحب ولي الأمر الجبين الأزهر صاحب الحوض والشفاعة صلى الله عليه وسلم ومجد وطهر وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد أساتذتي الفضلاء وأخواتي الفاضلات، مع الأسبوع الثاني من هذه الدورة التدريبية المباركة حول ما له علاقة بالمخطوط العام، وقد كان من المتقرر أن يحاضر الأستاذ الدكتور محمد تمسماني الإدريسي حفظه الله، لكن مع أقدار الله سابقة قضاء نافذ، فقد توفي والده رحمه الله فاعتذر عن ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يتغمد والده ووالدينا ووالد المسلمين أجمعين في رحمته ويرفع درجاته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لكنه بحمد الله لا نفقد مسعفا ولا نفقد طبيبا عند المبينات، فمعنا الأستاذ الكريم الدكتور محمد سعيد حينشي المزداد من قرية بومحمد بفاس سنة 69 و900 و1000. وهذه نبذة عن مسار هذا الرجل الكريم الفاضل. حصل على الدكتوراه في الآداب من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ودبلوم الدراسات العليا دكتوراه السن الثالث في كلية الآداب أيضا، والإجازة في الآداب شعبة اللغة العربية. أما شواهده التي حصل عليها بعد حصل على درجة الدكتوراه فسأذكر لكم منها شهادة مشاركة في الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية حول بيداغوجية التدريس في سلك التعليم العالي، وأيضا شهادة المشاركة في الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة الفرقان بالتعاون مع الخزانة العامة بالرباط حول فهرسة المخطوط العربي، وشهادة المشاركة أيضا في الدورة التدريبية لفهرسة المخطوطات والمطبوعات التي انعقدت في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وشهادة تقطير دورة فهرسة المخطوطات التي نظمتها أيضا مؤسسة الفرقان بالتعاون مع المكتبة الوقفية بحلب، شهادة دورة فهرسة المخطوطات التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء، وشهادة المشاركة في الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة الفرقان بالتعاون مع مركز تحقيق النصوص بالأزهر الشريف بالقاهرة. ونشاطه الإداري الحالي والذي يتحرك فيه باستمرار، وإذا بحثتم عنه تجدونه في الخزانة الملكية بين المخطوطات، فقد صارت المخطوطات تسري في دمه. وله من الكتب المنشورة التي شارك فيها، بل لعلكم إذا عدتم إلى فهارس الخزانة الحسنية تجدون اسمه موجودا. وأقولها له بصراحة، أفرح لما أجد اسمه هو المكتوب أولا، لأنني أعرف فيه من الدقة، وليس هذا محاباة له ولا مجاملة، إنما الاعتراف. ففهارس الخزانة الحسنية في مخطوطات التاريخ والرحلات والسيرة والأدب تجدون اسمه مسطورا بين الإخوة المشاركين، من بينهم الدكاترة الأساتذة الفاضل البكاري وغيره، والأستاذ خالد زاهي الذي كان حاضرا في الأسبوع حصة من يوم السبت، ومن بين ما أخرجوه الدور الثمين في أسماء المصنفين وقد تحدث عنه الدكتور خالد وغيره في الحصة الماضية.
على كل إما أن يشترك مع الأستاذ الدكتور عبد العالي من ضبار أو غيره فله إسهامات، وإذا رجعتم كما قلت إلى فهارس دار الحديث الحسنية تجدون ذلك مبثوثا. وأما بحوثهم التي نشرها فهي كثيرة جدا، أقتصر منها على الأدب الإسلامي من خلال بعض نماذج الشعر الحديث، وهذا كان له بحث لنيل الإجازة، وديوان محمد بن أحمد بن عبد الله الحسن الإدريس الرحموني الشهير بابن دان النبرومي تحقيق ودراسة. وهذه البحوث نشرت في عدد من المجلات المحكمة. والدكتور حنشي وغيره من الأساتذة الفضلاء ممن نحسبهم على خير، ونحسب أن مستقبل التراث ناهض بحمد الله على أكتافهم وبجهودهم. فطاقات الشباب ينبغي أن تستثمر في خدمة هذا التراث. وإذا موضوع محاضرته كما ترون أهمية الطرر في الكتاب العربي المخطوط، فليتفضل سعادته المشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد للفتاح للمبدع، صلى الله عليه وسلم دليلا على آلائه وعظمته، وصلى الله عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وأنفقنا من الحكمة واجعلنا من الراشدين الأفضل منك من أمان. وبعد أشكر الأستاذ الكريم سعيد لأنه بالغ في إدرائي، وحسب أنا من طلبة العلم فقط، وقد مستني نفحة من نفحات اتصالي من كتب أسيادنا العلماء الفضلاء، فأحببت أن أحذوكم بطيبها وطيب نشرها. والموضوع الذي اخترته لهذه المحاضرة هو أهمية الطرق في الكتاب العربي المخطوط، لأن بحكم تجربتي واتصالي اليومي بالمخطوطات واطلاعي على ما ينشر، لاحظت أن مجموعة من الباحثين يذهلون عن علم نفيس ينبغي ألا يفوته الحاذق الحريص في مجال التراث، وهو قراءة التراب قراءة متأنية ودراستها جادة، لأن التراب في الكتاب التراب هي حلية الكتاب وضرره المكنونة التي ينبغي أن نكتنيها ونبحث فيها. والمحقق إذا تصدى إذا انبرر لتحقيق كتاب معين ينبغي أن يعلم أنه خاض بحرا خضما، لأن التحقيق ليس علما سهلا، هو علم أهول ما يكون على العالم به، أهول ما يكون على الجاهل به، وهو علم صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحديد قدمه، يريد أن يعربه فيعجبه. وقد يواجه المحقق أثناء تحقيقه صعوبات جمة، سواء في تحقيق النصوص من مضامنها وشرح غامضها وشرح شواردها أيضا والتعليق على الفوائد الموجودة في الكتب، قد يجد هذا أمرا هينا. لكن تقديم يعني تحقيق مضبوط يحتاج إلى معاناة ووقت وتمرس، كما يمكن أن يواجه المحقق صعوبات خصوصا فيما يتعلق بالكتب المجهولة بالنسبة. في الكتب المجهولة بالنسبة نحتاج إلى علم حدث وليس يعني نحسبه أن كثير من الباحثين يقولون أنه حديث، لكن العرب القدماء كانوا متدرسين به لأنهم كانوا يعرفون الخطوط. كثير من العلماء في العربية كانوا متمرسين يعرفون الخطوط
من النظرة الأولى. فإذا رجعنا إلى كتب ياقوت الحماوي، كتب مجموعة من كتب تراجم الإعلام، يذكرون العلماء بمزية خصوا بها وهي تمييز خطوط العلماء. هذه الميزة لا نتوفر عليها نحن. كثير من العلماء من الذين يبحثون في التراث لا يعرفون، لا يتوفرون على هذه الميزة التي كان يتوفر عليها القدماء. لذلك فالبحث عن خيط الرفيع يوصل إلى معرفة صاحب الكتاب أو عنوان الكتاب. ينبغي أن نستعين بمجموعة من المعطيات سواء فيما يتعلق بالخط، هي ما تسمى بخوارج النص. ليس بالضرورة توجد في النص، هي توجد في خوارج النص. ينبغي أن نقرأ بتأني سواء السماعات أو التملكات أو القراءات والإجازات أو مختلف التقاييد التي تحيط بالنص والطرر أيضا. كذلك بالنسبة لدراسة أنواع الأمدة والأحبار وأيضا أنواع التسفير، هذه الأمور كلها مهمة. وقد كان في ظني أني أستطيع أن ألم بهذه القضايا، ليس كل هذه القضايا ولكن ببعض منها، لكن أنا رأيت ذلك ضربا من المحال، لأن سأخذ بحرا لا سائل له. لذلك اقتصرت على دراسة الطرر وأهميتها القصوى، أقول أهميتها القصوى في تحقيق العلم. وسأتناول إن شاء الله تعالى هذا الموضوع من خلال محاور، من خلال نموذج واحد اخترته وهو دراسة مختصر كتاب الأغاني. هذا الكتاب مختصر كتاب الأغاني المنسوب إلى الربيع سليمان الموحدي هو الذي اخترته نموذج لهذا البحث. أولا سأعرف بهذا الكتاب وأنواع الطرر الذي بشح بها هذا الكتاب وبيان أهميتها. وقد قسمت هذه الطرر من حيث موضوعها إلى 12 نوعا. هي طرر تتعلق بمقابلة الفتن المنسري، لأن أهم ما كان يحرص عليه القدماء هو ضبط النص. أهم خطوة هي ضبط النص، مقابلة المتن النثري والشعري للكتاب، ثم طرر في توثيق النصوص. يعني كل ما ورد في الكتاب ينسب إلى صاحبه سواء كان شعرا أو نثرا. ثم طرر في شرح اللغة، هذا يبدأ خطوة تبدأ بتحديق النص وتيسيره لقارئه. يعني لا تحسبوا جزاكم الله خيرا، أنبهكم هنا إلى مسألة مهمة. لا تحسبوا شرح اللغة أو تعريف الإعلام تحقيقا، هي تحديق للنص وتيسيره للقارئ. هذا طرر في شرح اللغة وشرح الأمثال والتعريف بالأعلام، وطرر في التعريف بالأماكن، وطرر في التعريف بالقبائل، وطرر تاريخية وأدبية، وطرر في شرح الشعر، وطرر في نقد الخبر الأدبي، وطرر في جمع الشعر المضاني، ثم طرر في وضعها مالك النسخة. لأن كل من يقع له اتصال، هذا تقليد في الكتب العربية، أن كل من كان يمتلك نسخة كان يعلق عليها. هذا تقليد عندنا. مثلا مجموعة من النسخ نشر عليها خطوط العلماء كانت أنا كنت في بحث قدمته في شاركت به في إحدى الندوات من خلال أيضا درس التملكات. يعني لا يمكن أن تتصوروا كم من النتائج المهمة التي وصلت إليها في هذا البحث من خلال دراسة التملكات فقط. يعني استطعت تتبع مثلا هجرة الخطوطات من المشرق مثلا من حاضرة بغداد إلى حاضرة فاس. تتبعت مثلا أنواع النقد المادي للمال الذي كان يمكن دراسة النقود من خلال التملكات. أيضا أسماء الخزانات التي كانت في وقت ما، وهذه أسماء أصحاب الخزانات. يعني مجموعة من الأشياء التي لا يمكن أن تخطر ببال نستطيع أن نجدها في هذا الذي لا
الذي يحسبه كثير من الباحثين أكرعة للنمل الأسود وقطعا من الليل المظلم التي لا تقرأ وتلامس التي لا يمكن أن تقرأ بل إنها ضرر. والمغاربة صدق المغاربة حينما قالوا الضرر في الضرر. أولا نعرف بالضرر، الطاء والراء أصل صحيح في العربية يدل على حدة في الشيء والصقالة وامتداد، من ذلك قولهم طر السنان إذا حدده، وطرة كل شيء حرفه، وطرة الثوب موضع هد به وهي حاشيته التي لا هد فيها، وطرة الأرض هي حاشيتها. وهذا المعنى هو الأصل الحسي الذي تطور عنه المعنى الاصطلاحي للكلمة الذي أصبح يطلق على كل ما يكسب من تصحيح أو شرح أو تعليق في الجوانب المحيطة بالمنزول. وقد برع أهل المغرب والأندلس بشكل خاص في صناعة التراب، يعني لا نستطيع بالتحديد أن نقول مثلا نشأت التراب في القرن الرابع الهجري أو كذا، ولكن منذ القرن الخامس وضع المغاربة وأهل الأندلس بشكل خاص طررهم على الكتابة. والطرر ليس مثل الحواجب، فتعلمون أن في أجناس التأليف نكتب الشرح ثم حاشية على الشرح ثم تعليق على الحاشية، ولكن المطرر ليس ملزما بأن يتتبع على مثل المحشي كل ما ينبغي أن يطرر عليه، بل هو يختار في شيء من الانتقاء. قلت الزمخشري ورد في نص في أساس البلاغة قال: وسمعت للمغاربة الضرر على الضرر وهي حواشي الكتب. هذا النص، هذا كلام الزمخشري. وقال القاضي عياد، قاضي العياد في وصف كتاب: خير ما يقتني اللبيب كتاب محكم النقل مطفل التقييد، لم يخده إثقال نقد وشكل، لا ولا عابه لحاق مزيد، فكأن التخريج في طرتيه طرر صففت ببيد الخدود. يعني القاضي عياد في المتوفى سنة 544، انظر كيف مدح الكتاب، يعني لنعرف أن هذه الصناعة كانت مزدهرة منذ ذلك الوقت. وضع الطرر كل ما يقع له اتصال بالكتاب، إما أن يكون المؤلف نفسه أو مالك الكتاب أو مستعيره. أحيانا وجدنا بعد يقول: استعرت الكتاب الفلاني وطررته بكذا وكذا. هو ليس شرطا أن يقول أن يذكر اسمه في الكتاب. وجدنا بعض الكتب التي لا يذكر فيها المطرر الإيماني، يقول مثلا هذا النموذج يصرح الكاتب مثلا هذا النموذج هذا الأول يصرح الكاتب بأنه هو الذي وضع الطرر، مثلا أنهاه مالكه الفقير، تبعتم هنا إخوان الله يجزكم مثلا، أنهاه مالكه الحقير الفاني إبراهيم المالكي اللقاني مطالعة مع مراجعة ما يحتاج إلى المراجعة منه ومن غيره، وله الحمد سنة 33 بعد الألف. يعني هذه النسخة من سيرة سيد الناس صرح فيها مطرر الكتاب ومصححه ومطالعه، صرح في آخرها أنه هو ليس شرطا. كذلك بالنسبة للنموذج الآخر، لم تكتبها السيدة الشريفة، ولكن كتبها أحد المتأخرين: رحم الله مطررته ومتعها بنظرها إليه، ورضوان من الله أكبر، مولاتنا أم الملوك ووالدة مولاي عبد الله بن إسماعيل. يعني هذه امرأة هي خباتة بنت بكار، نعم، يعني
ثلاثة من سكان المعافية. هذه نسخة نفيسة من الإصابة ضررتها هذه الشريفة. أشكال هذه الصورة يعني في التقاليد العربية أن ما يكتب في سواء في اللاحق أو في التراب، ما يكتب في اللاحق دائما شكل اللاحق يكون هكذا، إما خط وعطف على اليمين وعطف على الشمال. والتقليد العربي هو أن يكتب اللاحق للجهة العليا، للجهة العليا عادة تكتب في اليمين والشمال. لكن أنا اخترت هذا النموذج عمدا لأن أمر جميع جوانب الورقة موجود فيها التراب، وهذا يعني سواء اللاحق ما هو في الأصل ما ينبغي أن ينضاف إلى الأصل لأنه يعلم سمعنا عن النماذج أو من الطرق التي هي شرح للكتاب. نعم، هذا نموذج من اللاحق. هذا قدر هنا بالضبط أصل يتصل به، هذا كاين شي واحد يتصل به وحدث ها انظروا. إذن أين يوضع ها هذا اللحق عطف على اليمين ويكتب هنا وكتب في آخره أصل يتصل به وحدث. كذلك كاين ولا اخر في هذا؟ نعم، انظروا ايضا اصل ولا تسهيل به وحدث الفضل. هذا انظروا اللحم شكل اللحم، هذا من اصل ينبغي. اما الباقي فهي تراث في التعليق على النص. تفضل سي محمد. أولا المعرف بهذا الكتاب الذي اختصرناه هذا المنتج هو الكتاب اسمه مختصر الأغاني لأبي الربيع سليمان الموحدي. هذا الكتاب موجود في نسخة خطية في الخزانة الوطنية بالرباط، كان أصلا من ممتلكات الخزانة الناصرية بتنكروت، فنقلت مع النفائس التي نقلت من تنكروت إلى الخزانة الوطنية. ومختصره أبو الربيع سليمان الموحدي. هذا كان شاعرا وأديبا، كان واليا على بجاية الغلام ثم واليا على مرسية، كان هو من مفاخر حفيد الخليفة العظيم عبد المؤمن بن علي القومي، كان من مفاخر بني عبد المؤمن، محله من محل بني عبد المؤمن الموحدي محل المعتز من بني العباس. كان أديبا شاعرا وكان له حظ واسع من الأدب، فاختصر هذه النسخة من الأغاني وذكر أسباب اختصارها. أما الأسباب الاختصار فأولها عام، هي تمثل في تقريب المطولات في الأدب وتيسيرها على الناس، والثاني خاص بكتاب الأغاني الذي رأى فيه تكرارا كثيرا يجب حذفه منه وتلزم إزالته عنه لهذا نصه، لأن ذلك يقلق وصبحه يكدر فكرة متأملين. حدث في هذا المختصر أخبار التي لا تتعلق بصاحب الترجمة، وجمع أخبار المترجم في محل واحد. حدث كل ما يتعلق بأخبار الغناء جمع قابل النص المتن النثري بنسخ متعددة من كتاب الأغاني والنسخة، ورد في آخر هذا الكتاب أن النسخة التي أهداها أبو الفرج الأصفهاني لمكتبة الحكم المستنصر وصلت إليه وقد قابل بها هذا النص. أيضا وذكر في مقدمته أننا وشحنا كتابنا هذا بطرع
في شرح كلمة شاردة وتعليق على نكتة وإشارة إلى فائدة مما رجونا معه تحقيق ما أردناه وتحديق ما قصدناه وتحسين ما اختصرناه. إذن عمله التحقيق والتحديق والتحسين لإخراج هذه النسخة في شكل أحسن، اعتمد على لائحة طويلة وخزانة كبيرة من المصادر، جمعنا منها حوالي التي ذكرها، أما التي لم يذكرها فاللائحة طويلة، أيضا اعتمد على مجموعة من الدواوين الشعرية المهمة. نبدأ الآن، ندخل الآن لأن الإخوة كانوا يركزون على النماذج السبريتي. الآن نذكر على إن شاء الله تعالى كل خطوة سنطبقها في النص الأغاني، في نص مختصر الأغاني، مقابل المبنى المتري بنسخ متعددة من الأغاني. سترسل النص. لاحظوا هنا يعلم منهجه في التحقيق أنه يعلم بخط أحمر أنا موضع جيدة، ولكن لا هذا أي كلمة سواء يضع فوقها دبة صار صغيرة أو خط، في بعض النسخ كنت كبرت محمد حنين بألف كذا هي غير واضحة كيف صورة كبرت محمد خرجت فيها عن رجل نموذج آخر عن رجل من بني مخزوم في بعض النسخ نموذج آخر كذا في بعض النسخ بنو تركة كذا وقع اسمه بنو تركة لأن هنا في الأصل ماذا تراعيه بنو بركة ولكن هنا كذا لم يتدخل في إنما قال يعني إن عنده نسخ متعددة من الأغاني هذه النسخ وصل بعضها للذكر وصل بعضها وما زال محفوظة بالخزانة الناصرية لتمكروز ومجموعة من الزوايا التي لا نحسب أن مثل هذه الكتب مثلا لأن مختصر لأن الأغاني كتاب عظيم نهر جليل الدر لكن أخل به اسمه يعني من المصادر المهمة لولا أن الاسم الأغاني وبعده في الزوايا أنا أقول هنا في الزوايا هذه كانت في الزوايا وهو عبد الله بن إبراهيم يصنعان له إدالا كذا في بعض في بعض النسخ في أصح النسخ أصح النسخ إذا مقابلة المتن النثري والشعري لكتاب الأغاني بنسخ أخرى من الكتاب أو بمصادر أدبية أخرى منها دواوين شعراء منها بعض كتب الحماسة أو هذه نموذج من مقابلة المتن الشعري توثيق النصوص
وذيول وذيول مع صفة الرياح تجرها فأصبحت العراس يبان هذا قابل هذا البيتين ولقد أراها هذا كذا في شعره يعني قابل بنسخ الديوان فقال هكذا ولدها صاحب الأغاني ثم قابلها بما في الديوان كذلك بالنموذج الآخر من التوثيق هذا سنرى في مجموعة من النماذج لم يقع هذا البيت في ديوان شعري نعم إن البيت هو إن الدليل على الخيلات أجمعها أبناء مخزوم بالخيلات مخزوم لم يقع هذا البيت في ديوان شعري سلطان السي محمد أيضا تذكر ليلى حسنها وصفاءها فبانت فما إن يستطيع لقاءها يعني هل قابله بنسخة من نسخ الحماسة كما تلاحظون في الأحكام ومن الطرق التي مهمة تلفت النظر في حقا في هذا المختصر هي طرق توثيق النص الشعري الشعري والنثري سنرى نموذجين من النص الشعري من النص النثري اولا هي الحقيقه هذه استطعت قراءتها في الاصل لم يقع هو اخذ نصا من نسب كتاب نسب قريش للمصحف بن عبد الله الزبيري قال ونسبه له قال لم يقع هذا الخبر في كتاب أنساب قريش للمصحف بن عبد الله الزبيري هذا الطور هذه فوق غير واضح نعم وأيضا مجموعة من الأشعار أنا اخترت نموذجين فقط ولكن يعني لا تتصوروا كم من الطرق التي خصها المختصر لتوثيق الأشعار يقول ورد في أخبار ابن سيحان أن هذه الأبيات لخالد وهو صحيح وذكر كذا في أنساب نعم في أنساب قريش أنها له نعم لم تقع في ديوان شعر كثير لم تقع هذه الأبيات يعني في شعر كثير وقد بحثت عليها جهدي في جملة دواوين لشعر كثير لم أجده فيها لتصوروا أنه لم يكتفي بمقابلة بنسخة واحدة من ديوان كثير بل قابل مجموعة من الروايات والنسخ لم تقع هذه نعيد النص لم تقع هذه الأبيات في ديوان كثير عزة وقد بحثت عليها جهدي في جملة دواوين من شعر كثير لم أجده فيها. لكن نفس الشيء. نعم. لم تقع هذه الأبيات في ديوان شعر عمر بن أبي ربيعة. وليس له على هذه القافية إلا ما وليس له على هذه القافية إلا مقطوعة واحدة في الثريا. لم يقع هذا الشعر هذا البيت في ديوان شعر. أين هنا؟ لم يقع هذا البيت بيت معلم عليه في ديوان شعر. أين هو البيت معلم عليه؟ يعلم عليه بدخل البيت. هذه العلامة. الآن من أهم الطرق التي من أهم الوسائل التي تساعد على فهم النص هي شرح اللغة وقد خص هذا المختصر بلائحة طويلة من الطرق شرح فيها المختصر شوارد اللغة منها نعم نعطيها نموذج فقط هذا في شرح معنى القنوت
جاءنا في بيست فضحتم قريشا بالفرار وأنتم قلدون سودان عظام المناكب. قال القلد الشديد الصليب. وقال طاء القلد الشاب الشديد. وقال ابن دريد أصل من القلد من القمد وبدر ورجل قمد طويل وامرأة قمداء وقمدة وقمد أي طويل. وفي مختصر العلم القمد القوي ويقال قمد وقمدد وقمد وقمد يقمد قمدا وقمدا. نعم تلاحظون أنه لا يكتفي بشرح المفردات في مصدر واحد بل يعطي مجموعة من المصادر. أيضا كذلك بالنسبة لكلمة الطرف يعني رجع إلى الأصمعي ورجع إلى العلم 75 ورجع إلى أفعال الطريف كل هذا لكي رجع إلى أفعال الطريف لكي يصل إلى هذه النتيجة أن الطرف طرف الغلام والجارية طرف الغلام والجارية طرفا ضرعا وأدبا صفة لهما لا للشيوخ. يعني صفة حينما نطلق صفة الطرف يلصق بالغلام والجارية ولا ينصف بها الشيوخ. أيضا وضق اللغة في ترجيح رواية على حساب رواية أخرى. مثلاً ورد في نص الأغاني استطرفته بالفاء في بعض الأصول ومعناه استوهبته بالنكاح طرفا والطرف الفرس الكريم وكذلك الرجل واستطرقته لأنه لم يتجرأ. في الحقيقة هنا ينبغي أن نأخذ هذا الطرق قدوة ومنهج في عملنا. الرجل نعم في التحقيق الرجل رغم انه احس ان هذه الكلمه نشاز في النص فلم يتعلم كما يفعل كثير من المحققين يتجاسرون يقرا كتابا او كتابين ويؤلف بين كلمتين وينبري لتصحيح العلماء. يعني هذا سوء ادب. الرجل لم يصحح علق في التراب. قال واستطرقته بالقاف في اكثر الاصول ومعناه امرته ان يطرقني ليلا وهو الصواب ان شاء الله. وقوله معلقا في احدى الروايات الشعريه ورد في بعض نسخ الاغاني نهاري نهار الناس حتى اذا بدا لي الليل هربني اليك المضاجع. قوله هربني معناه كرهتني فنبت بي وهزتني التي وردت في بعض النسخ وهزتني بالزاي تصحيف لا معنى له. هي الصورة في الحقيقة أنا كنت أحب أن نقرأ معا في الصور لكن الصور غير واضحة. هي استطرقته بالقاف في بعض الأصول. والنموذج الآخر لم يصحح ولكن قال قوله هربني بالراء المهملة معناه كرهتني. نموذج في شرح الأمثال تعرفون أن الأمثال من المعمليات التي ينبغي شرحها. فكثير من مثلا المحققين يمرون بأمثال مثلا أهون بتبالة على الحجاج وكثير من الأمثال العربية لا يشرحون يمرونها عليها مرة الكرام. مثلا هو شرح لم يكتفي بشرح الأمثال فالأسهل في ذلك هو أعطاء نقل من نوادر من بعض الكتب حول صاحب المثال او من خص بالمثال. مثلا هذا النموذج هذا اخترناه اجمل من ذي العنانه كان سعيد بن العاص يعرف ذو العصابه او ذو العمامه معا سمي بذلك لانه كان اذا اعتم لم يعتم قرشي عمامه على لونها وهيئتها اعطاما له اجلالا. قال الجاحظ لعل هذا ان يكون مقصورا على بني عبد الشمس. وزعم اصحاب المعاني ان هذا اللقب
إنما لزم سعيد العاصي كناية عن السيادة. قال: وذلك أن العرب تقول فلان معمم يريد أن كل جناية يجنيها الجاني بتلك القبيلة والعشيرة فهي معصوبة بالعصي. فإلى مثل هذا ذهبوا في تسميتهم سعيد العاصي ذا العصابة وذا العنان. فكان إذا خرج من منزله لا تلقى امرأة إلا برزت للنظر إليه من جماله، وبه يدل أهل مكة المثل فيقولون أجمل من ذي العنان. هذه كلها هذا أضرب فيها هي التي اختصرنا. وأنا المشكلة أن التكبير لو كانت كما قرأنا في النص، لأن التمرس في القراءة أنا أحببت هذا التمرير أن نفعله معا، ولكن للأسف أن الإمكانية تفضل سمحتك. أيضا من الأشياء المهمة في التحقيق هي تعريف الأعلام، لأن هي الأعلام كما تعلمون التي لا يدخلها القياس وليس شيء بعدها ورق لها يدل عليها، لذلك يقع فيها التصحيح والتحريف كثيرا. قطعة المختصر مجموعة من الأعلام أخذنا نموذج واحد يذكر أكثر من مصدر أولا في التعريف بالأعلام، ويذكر بعض المناقب سواء كانت في الجاهلية أو الإسلام المناقب الرجل. قد عرف مجموعة سواء في الصحابة سواء في الشعراء سواء في الولاة في القضاة في الوزراء في الكتاب مجموعة من الطرق. مثلا قال في التعريف بوالد عمر بن أبي ربيعة، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: اختلف في اسم أبي ربيعة، فقيل عمر وقيل حذيفة وقيل بل اسمه كنيته، والأكثر على اسمه عمرو بن المغيرة. وكان عبد الله بن أبي ربيعة من أشراف قريش في الجاهلية، وأسلم يوم الفتح، وكان من أحسن الناس وجها وأوفرهم عقلا، وهو الذي استجار بأم هانئ بنت أبي طالب يوم الفتح، ومعه الحارث بن هشام، فأراد علي بن أبي طالب قتلهما فمنعته منهما أم هانئ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: أجرنا من أجرته. وقد ذكر أيضا هنا الولايات التي ولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ومن بعده عثمان بن عفان ولاه اليمن ومخالفها. اليمن ومخالفها في هذه الطرق، نعم هذه الطرق كلها خاصة بولاية عبد الله بن لبنان. وأيضا ذكر بعد كنا مثلا هذا النموذج، هذا لماذا سمي حذيفة بن المغيرة زاد الركب؟ بعد كنا اللي كانت مشهورة فقه العرب مثلا زاد الركب ويمر، عرف بالمكلمة. إذا بعد الطرائف التي لماذا عرف أشخاص معينون بكنية معينة؟ مثلا ذكر هنا سمي عبد الملك بن مروان بأبي دبان نعم نقرأها من الأحسن. سمي عبد الله عبد الملك بن مروان أبا دبابي وأبا دباني لأنه كان به بخر شديد يكثر وروج الدبان في فمه إذا تكلم. وقيل كان الدباب يمر على فيه فيقع ميتا من شدة بخره. يعني هذه بعد كنا مثلا أيضا وجدت بعد طرف المستمعة منها مثلا لماذا سمي أبو قطيفة بذلك؟ سمي أبو قطيفة بذلك لأنه كان كثير شعر جسدي والوجه وكذا. يعني قال يعني هنا لازم الطرائف والنكس لازم، لأن هي حلية الأدب. أيضا في التعريف بالأماكن نلاحظ أن كان معتمده في التعريف بالأماكن هو معجم بالاستعجام للبكري. مثلا ذكر هنا أغلب النص أنا رجعت إلى معجم مستعجم فمنقول منه، لكن هو أضاف بعض الأشياء. مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التعريف بالعقاب،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قصة ابن سعيدة وحفظ كلامه وذكر في وذكر في أخبار قصة ابن سعيدة من هذا الكتاب، وكانت عقاده ومجنته أيضا هذه إضافة منه، وكانت عقاده ومجنته في المجاز أسواق لمكة في الجاهلية، فكان سوق عقاد يقوم صبح هلال ذي القعدة 20 يوما، وتقوم بعده مجنة 10 أيام، وتقوم سوق ذي المجاز هلال ذي الحجة، واتخذت عقاد بعد الفيل بعام بعد عام الفيل ب15 سنة، وتركت عام خرجت الحرامية بمكة مع المختار بن عوف سنة 29 و100 إلى أهل المجرة. هذا تعلم بعقاد، يعني لا يكتفي إذن كعادة القدماء، لا يكتفي بشكل ضبط الكلمة، ويقول بضم العين لمهملة وبالطاء المعجمة، دخل النص بالشكل والنص. أيضا عرف بالقبائل، تعريف طويل جدا وتعريف قصير أحيانا، مثلا في يقول في تسميتي العباديين، هذا في ترجمة عدي بن زيد العبادي، يقول في سبب تسميتي العباديين بذلك في ترجمة عدي بن زيد، قال أبو جعفر بن النحاس: العبادي صنف من العبادة مشتق من قول العربي عابد من جانب الملك وأطاع. وحكى أحمد بن أبي يعقوب: إنما سمي نصارى اليرى ومن جاورهم العباديون والعباد، لأنه وفد على كسرى منهم 15 نفر، فقال للأول: ما اسمك؟ قال: عبد الله. وقال للثاني: ما اسمك؟ قال: عبد الله. وقال للثالث: ما اسمك؟ قال: عبد عمر. وقال للرابع: ما اسمك؟ قال: عبد يسوع. وقال للخامس: ما اسمك؟ قال: عبد الله. فقال لهم: أنتم عباد كلكم، فسموا العباد. وقال: وقد قيل إنهم كانوا في حرب فكان شعارهم يا عباد الله، فسموا العباد. فسموا العباد، هي الطرر هي في الأصل، أنا رجعت إلى الأصل هي أوضح. أيضا وضف معرفته بالقبائل والأنساب في تسويل، لا أقول ولا لم يتدخل، ولكن مثلا رأى في ترجمة نصير بن رباح، هذا الشاعر العفيف، شاعر عفيف، وذكرت عادة بنت النصيب أن النصيب كان ابن نوبيين سبيين، المد هنا نوبيين سبيين، كان لخزاعة، ثم اشترت سلامة أم النصيب امرأة من خزاعة ضمرية حاملة بالنصيب، فاعتقت ما في بطنها. يعني وقرأ هذا المد الأغاني فرأى أن فيه اضطراب، قال: هذا محال، امرأة من خزاعة ضمرية، وما يجمع بين اليمني ونزار، بل بين كنانة وخزاعة، والصواب فيه امرأة ضمرية من خزاعة. اشترت امرأة ضمرية من خزاعة أم نصيب، والله ورسوله أعلم. لم يتدخل في النص ولكن علق عليه، يعني هذا أدب يجب أن نتعلمه ونقتدي به. هناك مجموعة من الطرق التاريخية، يعني التاريخ تعرفون أن الأدب المهم عند الأدب المهم عند العرب علق على مجموعة من الأحداث التاريخية، سواء كانت أياما للعرب ومع غزوات الإسلام، أو أحداث تاريخية مهمة وقعت علق على مجموعة منها تعريف بوقعة الحرة وزمانها ومكانها. قال: كانت وقعة الحرة على يد مسلم بن عقبة المري في حرة واقم، وهي شرقي المدينة، وكان يزيد بن معاوية هو الذي وجه مسلم بن عقبة المري على قتل أهل المدينة، فأوقع بهم
في الحرات يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر ذي الحجة سنة 63 من الهجرة، فسمي مسلم بن عقبة من يومئذ مسرفا ومجرما لما فعل في المدينة. هيا إذن ترى الأدبية وجودها بشكل كبير جدا كان يعلق على الأشعار والأخبار التي تسترد في الأغاني. هذا نموذج منها وطويل جدا، طرق طويلة جدا وجدتها في تعليقها على أدبية لمجنون. قال إسحاق الموصلي: حدثني أبو عبد الله الزبيري كان أبو السائب المخزومي مع حسن بن زيد بن علي رضي الله عنهما بالأنبار، وكان له مكرم وذلك في ولاية أبي العباس، فأنشد له ليلة حسن بن زيد أبيات لمجنون بن عامر: وخبرتماني أن تيماء منزل لليلة إذا ما الصيف ألقى المراسير، فما لشهور الصيف أمست قد انقضت، وهذه النوى ترمي بليلة المرامية. والقصيدة طويلة جدا، الأبيات هي طويلة لا نقول منها. فطلب أبو السائب لها طلبا شديدا، فلما انصرف إلى منزله تذكرها فأخطأ رعدها، فرجع أدراجه إلى الحسن بن زيد، فلما وقف على الباب صاح على صوته: إنا لله إنا لله. فسمع ذلك الحسن فقال: افتحوا لأبي السائب. هذا كان صحابي، هذا أبو السائب. افتحوا لأبي السائب فقد دهاه أمر. فلما دخل عليه قال له الحسن: أجاء من أهلنا أحد أو طرأ منهم خبر؟ فقال: أعلم من ذلك. قال: وما هو؟ ويحك يا أبا السائب. فقال: وخبرتماني أن تيماء منزل قد أخطأني بعضها فردها عليه حتى حفظها. ففعل الحسن فردها علي حتى أحفظها. ففعل الحسن. قال: وكان أبو السائب حضرا فاضلا مستهترا بالغناء والغزل والتعالى. هي الخبر كتبه هذا ثم رجع الى، يعني في التراب في الحقيقه لم يحترم الشكل الذي وضعه العرب. تفضل. اذا الدور في شرح الشعر كثير جدا، اخترنا بعض هذا النموذج هذا في شرح بيت للمصيب: وما ضر اثواب سوادي وتحته لباس من العلياء بيد بنائقه. أشار إلى قوله: بيد بنائقه إلى بيضاده كله، لأن بنائقه إذا ابيضت ابيض سائره. وإنما ذكر البنائق القافية وضرب القميص مثلا. وقوله: ما ضر أثواب سوادي، أي ليس جمال الثوب في لون الجلد، وإنما جماله أن يشتمل من صاحبه على عقل وفضل. فإذا اختبر طاب خبره، فمثله مثل المسك إن لم يحسن لونه بسواده فقد طاب مخبره بطيب رائحته. وذكر مجموعة قال في السرقات الشعرية أن هذا المعنى لم يسبق إليه النصيب، بل سبقه عنتر بن أبي شداد. قال وذكر القول البيت المشهور لعنتر: فإنه أسود المسك لوني، وما لسواد جلدي من دوائي، ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. إذا اتخذ في مجموعة من الأمور السرقات الشعرية وكذا، وأن هذا المعنى لم يسبق إليه بل سبقه إلى غيره. وذكر أيضا في أخبار لعمر بن أبي ربيعة: هذا مما أجد فيه في صدق الصفات قوله: كل وصل أمسى لدي بأنثى غيرها وصلها إلي أدب. كذلك قال معلقا على بيت المجنون: ألا إنما غادرت يا أم مالك صدن أينما سده به الريح يذهبين. هذا البيت من أعجب ما قيل في النحافة، ومن هذا البيت قوله، ومن هذا الباب قوله: فأصبحت في أقصى البيوت يعدنني بقية ما أنضين نصبا يمانيا، يعدن مريدا هن هي جنى به، ألا إنما بعض العوائد دائية. هاي النطرة يعني أيضا في الطرق في النقد الأدبي للخبر الشعري أدبي شعري ومثلا يذكر الأبيات ثم ما قيل في هذا المعنى أنه سبقه إليه فلان وفلان.
أيضا مثلا هنا نموذج أيضا اقتص ابن أبي ربيعة في هذه القصيدة في خبره مع تكلف عقد. اقتص ابن أبي ربيعة هذه القصيدة خبره مع تكلف عقد النقل بما لا يستطيع أحد أن يزيده بيانا بمنفور الكلام مع منوبة اللف ورونق الطبع، وكذلك قصيدته التي أولها ألم تسأل الأطلال والمتربع. لا قص قص يعني من قص يعني قص هذا الخبر. اقتص ابن أبي ربيعة في هذه القصيدة لا خبره خبره مع يعني ذكر فيها قصته مع فريا. يعني جمع جمع شعر مثلا صاحب الاغاني اورد مثلا بيت او ثلاث ابيات، هو جمع الشعر من مضامنه يذكر القصيده كامله ويقول وهذه قصيده طويله وردت في امال القارئ ويدعو القصيده كلها. هذا نموذج ذكر مثلا صاحب الاغاني 3-4-5 ابيات وذكر دور كامل البيت وذكر جمعها من المصادر. بقيت الطرق الاخيره هي لمالك النسخه. هذه النسخه تبلى بها محمد بن ناصر بن ناصر الدرعي. محمد بن ناصر الدرعي هذا الرجل الذي باع كل شيء كل ما يملك من اجل الكتب. قد سافر الى المشرق وحج وزار ولقي هناك العلماء الاخيار واشترى من الكتب النوارج ورجع الى بها الى المغرب، وقد املق بعد ذلك وكان يفترش الحصير يفترش الحصير ولكنه ينفق ماله في شراء الكتب. هذا الرجل غادر من فضلاء المغرب. طلع في هذه النسخه، اذا هو طلع في هذه النسخه ووضع مجموعه من تعليقاته وطلبه. هي قسمناها الى مجموعه من الاقسام نذكر منها هنا نموذجين فقط. اولا مر على خبرين للمنتج، مر على خبرين وروى عبد الله الزبيري قال اجتمع نسوة من اهل المدينة من اهل الشرف فصدرك ابن عمر بن ابي ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديثه فتشوقنا اليه وتمنينا. فقالت انظر هنا ماذا فعل، ضرب على اسم شطب على اسم سكينة بنت الحسين هنا يعني. فقالت سكينة بنت الحسين في أصل الأغاني قال هذا مما لا ينبغي أن يطرأ أن نسمع ولا أن يطرأ أصلا، فليطرأ عن قوله فيه وعن كلام عمر بن أبي ربيعة كله. انظر غيبة على أهل البيت، غيبة المغاربة على أهل البيت. إذا تعرفون قصة الطعينة. هذه حكاية ذكرها مع منهم صاحب الكشاف في سورة الممتحنة. كان النص قبل هذه الحكاية ذكرها المفسرون منهم صاحب الكشاف في سورة الممتحنة في أولها. وصاحبة الطاعنة صارت مولاة عمرو بن سيف بن هاشم بعثها حاتم بن ابي بلتعة. هذا مشهور في السيرة، حاتم بن ابي بلتعة بكتابه لأهل مكة يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه جبريل فأخبره فبعث لها مولاة علي ومن ذكر معه إلى آخره. فتراجع هنالك إن شاء الله. يعني ذكر الخبر ما يتعلق بهذا الخبر وهو صاحب الطول. إذا تدخل في مجموعة عندنا له خمس مواضيع تدخل فيها مالك بن نصر. يعني هذه التراب درسنا في هذا البحث هذه التراب، ولا أخفي يعني إعجابي بتحقيق القدماء وتحقيقهم للنص. هذه التراب تعد نموذجا فريدا في التحقيق ومثالا ينبغي أن يحسد في الشرح والتعليق.
والمجهود الجبار الذي بذله المختصر في هذا في في هذا في هذا الكتاب في مختصر الأغاني ينبغي أن يقصد به المحققون الآن. رغم أننا لا يمكن أن نصل إلى هذا المستوى، لأننا لا نملك مثلا مجموعة من دواوين الشاعر الواحد، يعني لا نملك حتى نسخة واحدة من ديوانه في الأحرى المقابل على مجموعة من الدواوين، ولكن يجب أن نقتدي بسنن هذا التحقيق وهذا التدقيق وهذا المجهود الجبار الذي كان يبذله أسلافنا في تحقيق النصوص وضبطها. ونؤكد قول المغاربة: كم من الدرر في التراب. أتمنى أن أكون قد وفقت بعد التوفيق لجلب انتباهكم، إثارة انتباهكم إلى ما يمكن أن يوجد في التراب، تراب الكتب لا تهملها أرجوكم، ينبغي أن تهتموا لها. أظن أن أعرف أننا في البحث العلمي ملتزمون بالوقت ولا غير ذلك، مزاحمون بالوقت وعندنا هم الرزق وكذا، ولكن أرجوكم في أعمالكم العلمية لا تهملوا التراب، فكم فيها من التراب وكم فيها من العلم النفيس التي لا ينبغي أن لا يفوت الحريص من أهل العلم. أيضا بالنسبة للطرق مشاكلها، أعرف أن الطرق أغلبها قد كتب، أنا اخترت كما تلاحظون اخترت نص أندلسي، أندلسي أهون وجيد وجيد في الكتابة، النص المغربي أصعب أنه في مشق كبير وأيضا يكتب بخط دقيق. أيضا أعرف أن جناية المسفرين، جناية المسفرين الذين يأتون بمقصاتهم اللعينة على التراب، فيهمهم الشكل، لا يعرفون الأدب الكبير والعلم الغزير الموجود في هذا التراب، فيأتون بمقصاتهم اللعينة على هذه التراب، فيأتون عليها كلها أو جلها. أعرف أيضا أن كثير من الباحثين يجدون صعوبة في قراءة مثل الكتاب بالأحرى التراب، ولكن أرجوكم أن تنتبهوا إلى الدرر التي في الدرر. المرء كما قيل المرء مفتون بتأليفه، ونفسه في مدحه لاوية، والفضل من ناظره أن يرى ما قد حوى بالمقلة الراضية. السلام عليكم. ولست مقررا على ما قال، لست مقررا على ما قال، لأنه حتى أحيانا ممكن نقول مستعفوين لها بشيء، الطرق تكون معنوية أيضا، فما أقوم به هو تقرير. فالضرر حقيقة في الطرق، وكما قال الأستاذ الكريم، الطرق حية الكتاب وضرره المكنونة، والتحقيق أهول على العالم به وأهون على الجاهل به. هذه من نفائس ما استفدته من الأستاذ الكريم في بداية المحاضرة. حقيقة التحقيق ليس لعبا، وأنا أذكر سبحانه مباشرة وقع في ذهني هذا الأستاذ صلاح كشك الكاتب المعروف المصري، له كتاب الإسلام ليس لعبد الصغار، له هذا العنوان وعجبني فأردت أن أحاذي به فأقول والتحقيق ليس لعبد الصغار. حقيقة التحقيق ليس لعبد الصغار، هو لعبة الكبار ولعبة الرجال والأفلام من الناس، فلا يتصدى له كل ناعق ولا يبتغيه كل منافق. أرجو أن لا يؤخذني سعادة الأستاذ دكتور قاسم الصنبراني، وأرجو أن يقرر بالموافقة لا بالمخالفة. والظرافة قياسا على هذا، الظرافة تقال لي للشباب ولا تقال للشيوخ، ونأخذها اليوم على الأغلبية. ونصيحتي وتوصيتي، أرجو الإخوان يوافقوني عليها في الدورات، ورجاء الأستاذ محمد حنشي يبلغ
وبلغه بالنيابة عنا الأستاذ أحمد زكي شفاه الله وعافاه أن تكون الدورات القادمة تطبيقية تطبيقية، وذلك أن يعطى كل باحث 7 لوحات أو 5 لوحات من كل فن من الفقه والتاريخ والأدب والشعر وما إلى ذلك، فيحققها هكذا، يعطى اليوم كامل في اللوحة الواحدة. ما استطاع منها يا رب يخرج منها حتى 3 أسطر 3 أسطر يحققها تحقيقا علميا دقيقا، وطبعا يكون الأساتذة المشرفون فيوجهونه التوجيه الصحيح، لأن هذا في الحقيقة هو الأنفع. كان سيدي محمد درويش يصفت لنا هذه الكتب وقد أرسلها جزاه الله خيرا مشكورا، هذه الكتب التي كتبت في أصول التحقيق فيقرأها الباحثون يعطون فرصة شهر وبعدها يحضرون للدورة وتكون تطبيقية وليكن فيها انتقاء، كل باحث يأخذ 4 ورقات على مدى 10 أيام فيها خير وبركة، إن حقق 3 أسطر من هذه اللوحة وهذه من هذه فسيحصل على علم جم وغزير جدا. هل توافقني الرئيس محمد المشي؟ إن شاء الله. طيب سنذكرها في التوصيات إن شاء الله تعالى، وأرجو ألا تقتفوا أثر الشيخ محمد ناصر الضرعي، فإن اقتفيتموه فتبشروا أو استبشروا بالفقر، والمحقق لابد أن يضع أمام عينيه أنه إن اتبع سبل المتقدمين في اقتناء الكتب وتفانيهم فيها فليجعل الفقر بين عينيه، وقد قال المحدثون قديما من طلب الحديث قبل الحس، أو فليجعل الفقر بين عينيه، والتحقيق كذلك. فإذا شكر الله للأستاذ الكريم هذه الطرق والقرب التي أفادنا بها، ولدينا ما يقرب من 20 أو 30 دقيقة 30 دقيقة للمناقشة، فليتفضل الأساتذة الأستاذات الفاضلات. تقديمي قد حلي وما أنا بمقدم، بارك الله فيكم. نشكر بداية الأرسال أبو الطرق وسميه على عرض القيم دكتور حجي لدي بعض التساؤلات. الأوائل من هذا الموحد في ابتكار الطرق، المتفقون على منهج واحد، أم هناك خصوصيات عند كل عالم من العلماء؟ سؤالي الثاني ملاحظة، وهي أن تفضلتم في عرضكم على أنواع كثيرة من الطرق، فهل هناك رابط بين طبيعة الطرق والموضوع موضوع الكتاب، وهل هناك إفادة أم استطرادات يمكن أن تخرج القارئ عن السياق العام؟ وشكرا. تم التركيز على طرق أدبية وتاريخية، وفي الحقيقة هناك طرق فقهية لها خصوصية. على كل حال الطرق ليس فقط وسيلة من وسائل فهم النص، ولكن كما تفضل الأستاذ الفاضل عن الخواريج مصطلحة، فجاءت تحقيق أن الخواريج يعني تعتمد في ظروف ما يتعلق بالكتاب والتعريف به، ليس فقط في شرح الأعلام والأماكن والألفاظ، بل حتى في التعريف بصاحب الكتاب. أنا وقفت على طرتي في إحدى النوازل الفقهية أجوبة الغرفة الإسلامية أن ترجمتها مؤلف مغمورة، لكن وجدت طرة أن مؤلف الكتاب أو جامع الكتاب قتل مظلوما في حادث من الأحداث. ومن الكتب الفقهية ما حملت هذا العنوان نفسه نجد طراني بن عت، طراني بن عت معروف في الفقه المالكي، بل هناك تقييدات أيضا، المصطلح تقييد يرادف كما تفضل الأستاذ الفاضل تقييدات والتعليقات تقييدات، لكن على مستوى إذا كانت هذه الطرق نفيسة ويستعان بها في فهم النص والظروف المحيطة به، ولكن في مجال الفتوى
يعني أن بعض العلماء حذروا من الإفتاء من التقييدات، ورد تحذير من الإفتاء فتوى في التقييدات، بل قالوا يؤدب من أفتى في تقييد في تقييدات أبي الحسن على 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 مدونة، هناك أنه حذروا من الإفتاء في هذه التقييدات. لكن مع ذلك نجد أيضا بعض التقييدات ومنها ترار ابن الشرط على الفروق للقرافي، وما أدرك ما الفروق، حتى قيل لا يقرأ الفروق إلا مع ابن الشرط، فيه يعني لا يكتفي فقط بل يستدرك عليه ويتعقبه. والسلام عليكم ورحمة الله. أستاذ نبيل الشيخ المحاضرة الطيبة، سؤالي أو إشكالي وما الفرق؟ لم أفرق بعد بين الطرق والتعاليق، فلو وضحتها بارك الله فيك. ثم سؤال آخر، كيف يتعامل الباحث مع هذه الطرق؟ كيف يوظفها في التحقيق؟ على هامش المخطوط من استدراكات وتعليق وشروح. هل الطرق مع تقادم التاريخ الصوت الصوت قلت بأن الطرق هي وعاء معرفي هامشي على هامش المخطوط من استدراكات وتعليقات وشروح. هل هذه الطرق مع التقدم التاريخي يمكن أن تمس من قدسية إذا صح التعبير من المخطوط؟ وكيف نتعامل مع هذه الطرق في تقديماتنا في إثر تحقيقنا لأرض المخطوط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الشكر موصول للسيد الفاضل السيد محمد الحيشي على هذا العرض القيم وتطبيقي بالمليون. احنا نتعب بكثره النظر ولكن وجدنا نصا تطبيقيا يعني. للاسف لم نوفق كل التوفيق لاننا كنا نتصور ان الباحثين يشاركونني في قراءه نعم سيكون جميلا ستكون. بالنسبه نسمع كثيرا على كنت اتكلم دائما عن خوارج النصوص، كنت اقصد بها هذه الطرق يعني في فهم النص او في اختلاف او في ذكر بعض الالفاظ، ولكن يعني كسور بالاساس على النص النص الادبي، في حين ان النصوص هي اخطر نصوص هي النصوص العقديه او النصوص الفقهيه او اختلافات. وانتم تكلمتم استاذي على قضيه التملكات والسماعات والاجازات وتكون يعني في ملك احد العوام او في ملك احد، نحن نعرف مثلا في الحبسيات او الوقفيات التي تجدها في الهوامش، هل نعتبرها ان ندخلها في النص ام لا؟ لأن نجد القاضي عياده يتكلم في كتابه الإجماع يقول بأن هذه الاستدراكات والطرق والحواشي يكون فيها تفسير واختلاف لا ندخلها في النص، فكيف يتعامل هذا الباحث مع هذه الطرق؟ الطرق لها أسماء كثيرة ورموز كثيرة في الهوامش، نجد أنها تجد تكون في الطرق في اليمين أو في السفلى أو في أفقية أو ونجد مصطلحات مختلفة يعني رموز مختلفة، طاء ضباء غين عين بعض الرموز، ما هي هذه الرموز التي يمكن أن نعرف بها بأن هذه طرة حتى يميز الباحث. ولكن بالأساس أعود فكرة كان يقولها أستاذي وأحترم هذا الرأي، ولكن أقول أنه لا نسد هذا الباب على الباحثين ولا نقول لا أن يخوض هذا الباب وهذا البحر إلا من كان له باع طويل في اللغة العربية وتمسك بالعلوم الشرعية. إذا قلنا بهذا الكلام وأطلقناه لا سد هذا الباب، ونحن كنا في مرحلة أولى ثم تأتي بالقراءة والإلحاح وهذا الرغبة، وكنا نتكلم دائما بين الهواية وبين الدراية. وتكلمنا وقلنا بأن تعاملنا مع المخطوط هو كالإنسان الذي يسلك في الطريق وهو بين مجذوب وسالك. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأستاذ سعيد على محاضرته الكريمة. من هو أنا؟ الأستاذان. نشكركم وعلى طريقة المخرجة البديلة في التقديم أجرنا إن شاء الله تعالى. الملاحظة الأولى، يقال بأن الطرق مضيئة للنصوص وأن المتون بدونها هي متون مظلمة، فهل وقفتم من خلال تجربتكم الأستاذ سعيد على طرق يتحقق معها العكس
أي أنها تظلم النص يعني من كثرة الطلاب وغير ذلك. لمسنا في المحاضرة بأن الطلاب لها أهمية بالغة، وأوصل الأستاذ في المحاضرة بأن يعتني المحققون بها، ولكن عندي ملاحظة حول تطبيق هذه الطلاب. الآن نحن أمام كتب ومؤلفات وأمام بحوث إلكترونية، فما هي السبل التي ينبغي أن نطبق فيها الطلاب؟ نطبق فيها الطلاب، هناك بعض الأساتذة من يلحون ولا زالوا يطبقون بأنهم حينما يقرؤون كتبا يدعون طلابا، فما هي السبل للحفاظ على هذا المنهج المتأصل في قراءة ودراسة المتلقي؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الشكر الأصيل والذي الأخوان السعيدة. أقول أنا أن من خلال ممارسة للطرق التي تسمى الغرم كذلك الضرب، فيها فوائد غاية في النفاسة وفي الخطورة، منها بسببها إذا كان الكتاب مجهولا الاسم أو مجهولا المؤلف، بالتتبع الدقيق للتعليقات وهذه الطرق يظهر اسم المؤلف واسم الكتاب، أو هل له نسخ، أو ما هي النسخة التي ينقل منها الناسخ، ويظهر كذلك من خلال هذه التعليقات أن يوظفها المحقق البارئ في إحدى التعليقات. بعض المرات تكون طرت الناسخ أحسن من تعليق المحقق. تصور أن القارئ يمر معك في صفحات أو فصول، فإذا بطرة وتعليقة تأخذ بلب القارئ. وكثير من الطرق هي في أصلها شروح لكتب مفقودة، كم من كتاب كان في عداد المفقود فحصر عليه في الطرق. كتاب ابن رشد في القانون وجدوه في باريس في عداد المفقود، وهو موجود في الطرق كله شرح لكتاب. وكذلك أدعو صديقنا حينشي أن يخوض مسألة التأليف في صديقنا وأبانا. أدعو صديقا إلى التأليف في الطرق. فالآن بدأت المطابع تصدر كتبا في الطرق، والرائي في ذلك هو محمد خير رمضان يوسف، وهو محقق جيد له كتاب الغرب في الطرق. فلا يمكن جميع الطرق أن تضيع، ولكن لو جمعت في كتاب في سلك وطرأ عليه باحث، وأنت تحقق كتابا أثناء طرة من الطرق، تجد مفتاح أتعابك وشقائك مع إحدى المخطوطات، وهذا شيء هام للغاية. وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وجه الشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ حنشي على هذه المحاضرة القيمة التطبيقية التي تزيدنا فهما واستفادة أكثر من خلال هذه الدورة. طبعا الحمد لله الأسئلة قد تم طرحها من طرف الزملاء السابقين، لكن أركز على مسألة أساسية. عندما نقوم بتحقيق مثلا النص، هناك نص المتن وهناك الطرة وهناك اللحق، إذن لحق أو لحق لحق طبعا الحالة بالنسبة لما ورد في الطرة نريد أسفل المتن، وبعد ذلك نريد تعليقاتنا. قد يكون هناك هذا بالنسبة لما ورد في الطرة بمثابة تعليقات على المتن، إذن قد تكون لنا تعليقات على هذه الطرة نريدها أسفل. إذن ما هي المساحة المخصصة للمحقق؟ أي يجب أن تكون أقل من صاحب الطرق أدنى. إضافة إلى ذلك، عندما نختار نصا محققا نختاره على حسب الفائدة العلمية التي سيضيف،
وكثيرا ما سمعنا من بعض شيوخنا واساتذتنا ان مثلا كتاب الاغاني فقد وردت فيه مجموعه من الاكاذيب خصوصا في الجانب التاريخي، فهل عندما نريد ان نقدم على تحقيق معين هل علينا ان نختار النص او المحقق ليكون ليس فيه انحرافا عقديا او انحرافا، او يعني يجب ان يكون مضيفا اضافه علميه تستطيع ان تقدم افاده للامه، لان هذا هو الهدف من التحقيق، هو اخراج نوع من التراث القدماء يعني يستطيع ان يحقق فائده من هذا الجانب، ام اننا نختار المهم ان يكون من المتقدمين ونختار ونعمل على اخراجه. وشكرا جزيلا. سمعت بي يعني مجموعه من الاسئله، ولكن فقط اريد يعني سأعيد السؤال بمعنى الاستاذ الحين كان عمليا، فالسؤال ايضا سيكون عملي مباشر، كيف نثبت التراث وهل نثبت كل التراث اصلا؟ فان كان كذلك كيف نثبتها؟ كيف نميز بين اصحابها؟ وهذا الامر يقودنا الى سؤال اخر، هل تحقق التراث ما دامنا يعني ام هي فقط للاستعانه والاستفاده منها؟ شكرا. شكرا جزيلا أنا قصدت أن نعزف عن التحقيق، إنما الذي يريد أن يتصدى للتحقيق لابد أن يكون عنده استعداد تام ورصيد خام، لابد أن يكون. وأول ما ينبغي على الباحث في التراث أن يجيد اللغة، أن يحصل على 70% من اللغة. عيب جدا أن لا نفرق على بين الفاعل والمفعول والمنصوب. يعني في حقيقة الأمر أحيانا تشمئز أنفسنا وتصك آذاننا بأخطاء فادحة جدا لا ينبغي أن يقع فيها من يحقق. مثلا من يحقق مختصر هذا الكتاب الذي عرضه الأستاذ الكريم سيقف على أشعار قديمة جدا قدما لها، وسيقف على أخبار تاريخية، كيف يصحح المتن إن كان لا يفرق لا بين فاعل ولا مفعول؟ فاللغة العربية أساس التحقيق. ولتفضل سعادة الأستاذ الكريم بإجابة على الأسئلة، وسأقول لك ما قال الأخ عبد الإله وبعدها قال الأخ عبد الإله، هل للمتقدمين منهج واحد في ابتكار الطرق أم هناك خصوصية؟ والسؤال الثاني، هل هناك رابط بين الطرق وموضوع الكتاب؟ وبقية الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسرور جدا من هذه المحاضرات، ان كان جلست بحق قلم وفق فيه كل التوفيق، انني كنت احب ان اشرككم في قراءه الطرق. لا هذه المحاضرات ستبقى لكم، ولكن انا كنت احب ان يكون تطبيقكم معي للشاشه، لكن للاسف انا حتى انا لم استطع قراءه لان فيها ضبابي وغير واضح الصوره. قال الاستاذ عبد الاله هل هي خصوصيات؟ نعم هي الطرق، لكي يوجد الاخ الكريم ان احنا نسمي في المغرب نسمي الطرق، في المشرق نقولون الحاشيه، كلاهما في اللغة عنده نفس المعنى الحوض. هل لهم منهج معين في التراب؟ يعني ليس لهم منهج واحد، إنما المحدثين عندهم منهج والأدباء عندهم منهج. وأنا كنت قد كلفت أنا والدكتور سميحة، كنا قد كلفنا مجموعة من الباحثين كل في تخصصه، تخصص الفقه، تخصص الأدب، وقد ذكر الدكتور الفقه، وتخصص الأدب، وتخصص الحديث، كل يدرس الجانب الذي تخصص فيه. فأنا النموذج الذي اخترته نموذج أدبي، عنده منهج، أنا قلت أن الطرق يمكن أن نقرأها من خلال الكتاب، والمصنفها من خلال الكتاب. ان التراث صنفته انا اسلم، رايت ان اسلم منهجي لتصنيف التراث هي موضوعات تصنف من حيث الموضوعات، من حيث موضوعها صنفت وجدت حراجه نوعا، ثم التراث صاحب
كذلك بالنسبة للمحدث أن ستكون لا شك أن كل علم عنده خصوصية. مثلاً المحدث تكون طرق خاصة بنقد السمع الحديث ومد الحديث. وقف على مجموعة من طبيعة الحال مجموعة من الطرق في مثلاً الخزانة الملكية كان وجود بعض النسخ من كتاب البخاري صحيح البخاري وصحيح مسلم. لا تكاد تجد ورقة دون أن تجد حوالي 20 تعليق فيما يخص سند الحديث فيما يخص الملك. وأيضا فيها اعتناء شديد بجريح وتحيين الروايات. وفيها أيضا إضاءة للنص في شرح اللغة وتعريف الأماكن وكذا. هذا لا يختص بها كتاب المختصر بالأغاني بل مجموعة من وقفت على مجموعة من المدارج، لكني قدمت نموذجا من كتاب من كتب الأدب التي أحسب أنني أعرف بعض منها. الأخت قالت أن نجد بها تحقيق الكتب الأدب. لو لم يكن المرء مؤدبا ويقرأ الأدب لا أحسن أي شيء. تعرفون أن كتب الأدب أول ما يمكن أن نستفيد من هذه اللغة. تطور مثلا أنصح الإخوان قراءة مقدمات كتب الأدب، يعني أنظر منهج في تقديم الكتاب. أن الناس لم يكونوا هكذا يقدمون كتبهم هكذا. الضوابط المنهجية التي كان يقدمون بها المصنف الكتاب. لو اقتصر الباحث على قراءة يعني ستتسع مداركه وسيفتح له باب كبير في المنهج التعامل مع النصوص. نعم هي تراث قلنا انها اما في كلمة أخرى إذا ورد سؤال حول تعريف بالكتاب وكذا. نعم هنا في النموذج هذا الذي اخترته ذكر في أول الكتاب رواة الأغاني من المغاربة. كيف وردت الرواية انتقلت رواية كتاب الأغاني عند المغاربة من أبي الأفرج الأصفهاني إلى عصر المؤلف. ذكرها بالتحديد يرويه فلان عن فلان عن فلان عن فلان. أيضا ورد كتاب في التعريف بالمصنف يعني ذكر ترجمة كبيرة جدا لأبي الفرج الأصفهاني. وذكر أيضا ورقة تعريفية بالنسخة التي أخبرتكم عنها أن الحكم المستنصر قد بعث بمال إلى أبي الفرج الأصفهاني كي يعطيه نسخة قبل أن تصدر في المشرق. وهذه النسخة كانت في خزانة الحكم المستنصر ثم انتقلت بعد فتح بعد أقول الفتح ولكن استدراك طرف الأندلس على يد المرابطين انتقلت إلى الموحدين. جاءت إلى خزانة المرابطين ثم انتقلت بعدها إلى خزانة الموحدين. هذه طلع عليها المؤلف. وقد تعرفون أنه كانت الأغاني الأمور كلها النظرية ذكرتها في ورقة لكن لم أحب أن أشير إليها في المحاضرة. أن كتاب الأغاني كان فيه مكان عظيم عند المغاربة. أن أهل أندلس والمغرب كان مثلا ذكر صاحب المعجم في كتابه أن أحد الوزراء أنه كان أحد الوزراء كلف ناسخا بنسخ كتاب الأغاني وكلف ابنه بمقابلة كتابه معه. فدخل ابن عبدون عالم أندلس على الوزير فلم يجد ووجد الناسخ يكتب والابن يقابل معه ومد الكتاب. فقال سألهم عن الوزير فقالوا قد خرج لحاجة. فقال لهم ماذا تكتبون؟ قال نكتب كتاب الأغاني وقد ضاعت منا المنزلة الفلانية ومنزلة الفلانية ثلاث منزلات. فقال أين وصلت؟ قال وصلت في كذا. فقال له أتمم. فأخذ يملي عليه
ثلاث ملزمات كاملة. فتعجب الرجل كيف لم يخطئ، كيف لم يخطئ هذا الشخص حرفا ولا كلمة، حتى الواو والفاء، في الواو والفاء. فخرج قال قد أبطأ علي، حينما انتهى من المقابلة قد أبطأ علينا الوزير فخرج. فأخبر حينما أتى الوزير قال أخبره بصحة الرجل، قال كيف لم تعرفوا هذا عالم الأندلس بن عبدون وأيسر محفوظاته كتاب الأغاني، يعني كتاب الأغاني وأيسر محفوظاته. سيدي الطبيب قال أن يمكن أن نجد في التراث، نعم مش معنى التراث خصوصيات الفقه، أيضا نعم عنده خصوصيات لا فيما يخص النوازين، فيما يخص النوازين أيضا نعم تعريف المؤلف والمصنف كذا نجد فيها أيضا التراث، نجد فيها في تعريفا بين المصنفين، نعم المصنفين والقضايا المختلفة فيها، مثلا بعد النوازين التي مثلا في فاس أو في المازونة أو كذا وكذا تعلق عليها، نجد تعليقات عليها. يعني هناك خصوصيات أنا كنت أحب أن يكون يعني على اختصار التخصص على، لكن أنا حينما أكون في بصدد فهرسة مجموعة من المصنفات لا في الفقه ولا في التصوف ولا كذا أجد غرورا وضرورا في التراب. لذلك أنا أحببت أن أنبه على أهمية هذه. لكن أغلب الباحثين الذين سألوا كيف نتعامل مع هذه التراب؟ كيف نتعامل معها؟ هل نضعها في المبنى؟ أم نضعها نلحقها بها؟ أنا أصلاً رأيت نموذجاً أو أكثر أنهم كانوا يضعونها في محل خاص، لا يضعونها مع تعليقاتهم هم، ولكن يضعونها قبل تعليقاتهم. مبنى النص المحقق، ثم مبنى التراث، ثم تعليقات المحقق. هذا هو أسلم، أرى والله أعلم أنه أسلم منهجي في التعامل مع التراث، لكي لا نضيعها. أحياناً قد وهذا الذي كنت أحب أن أضعه ضمن خلاصات النصب عليه، ضمن خلاصات البحث، وأن أحياناً قد تغني هذه التراث قد تغنيك عن التعليقات. يعني لا أستطيع أنا كمحقق أن أصل إلى هذا الضبط المنهجي وهذا التدقيق وهذا التوثيق، هذا الصنف من نوع من التوثيق الذي وصل إليه هذا الرجل. لذلك حسبي تعالوا أن أتعالم على عالم، أنا مذكر. يعني هذه التراث قد تساعدنا في عملية التحقيق، هي ليست سهلة، وأنا أكررها أن العملية ليست سهلة. هذه التراب قد تغنينا عن تعليقات التي قد تكون زائدة. يعني أيضا السؤال تردد كثيرا كيف يتعامل المحقق مع التراب. أنا أرى أنها تثبت، ينبغي ألا تهمل، هي من خوارج النص الضرورية التي ينبغي أن لا يهملها المحقق، أن يثبتها ويميز عن العنوان. الباحثين سأل عن كيف يميزون بين التراب والهامش. التراب كما وضحت لكم أن التراب نضع فيها رمزا خاصا، هو إما تراب هكذا تسمى كلمة كلنا، أو طاء أو حاء أو حاشية، حاء أو حاشية. أحيانا المشارقة وجدت مجموعة من الكتب مثلا المزيد يضع حاشية، طلعت على نسخة من كتاب المزيد يضع حاشية هكذا ويحشيك له في المد، إما قلنا طاء أو طرة. في رموز المقابلة، قد الباحثة التي سألت الدكتور عبد الكريم الجيلاني
أننا نجد في بداية الكتب يضع لائحة بالرموز. هذا كثير الورود، لا العقل المطلق ولكن هو كثير الورود، أنه يضع لائحة بأسماء الرموز. حينما تجد مثلا شيء يقول لك هذا الشيء تخص فلان بن رشيد مثلا، أو حينما يذكر لك مثلا قاف هذه قزاز، وذلك وجدناها في كثير من الأصول. مثلا الأخ ذكر أنا لم أذكر أن التراب جزء من العنوان، وذكرتها ولكن لم أحبها. مثلا وضعت ولد الأخ التراب بصيغة مفرد، وجمع قسما من مجموعة من العنوانات والمصنفات العربية في أجناس مختلفة، منها على سبيل المثال ما ذكرتم من صدرت بذكر الدور موضوع على وثائق مجموعة ابن عاف النفسي الشاطبي موضوع في سنة 660 معروف بدور ابن عاف، وكذلك دور على مستصر الشيخ خليل وفيها أكثر من وقفتنا على أكثر من 20 مصنفة من هذا، وكذلك أيضا دور على ألفية ابن مالك والشاطبية وكذا. هذا كثير جدا عن المغارب الذي أن تريد الدور جزء من العلم. وإذا بالنسبة للأصل، مما هو يدعى الأصل؟ أصل أو يدعى رجع، نرجع إلى من؟ نرجع إلى مبنى الكتاب. أصل أو يدعى صح، صح أصل، صح أصل، أو يكتفي بصح. يعني هذا لكي تميزوا بين الطراب والكتاب. أجبتم ضيقا على ما يلحق بالمتن. نعم. هذا الطراب التعليق أن قد ذكر هذا مصري لتذكير أجناس أدبيين. عرفات كمال لبنان ذكر أكثر من 100 جزء من التأليف في كتابه. نعم، ذكر أكثر من 100 جزء. هو قد تجد مثلا في المغرب كي هناك خصوصيات في استعمال المصطلحات، ولكن هذا في بعض الكتب لا نلتزم به. مثلا في سلوة الأنفاس، سلوة الأنفاس مطبوع في ثلاث مجلدات مطبوع في جلد، سمى في البداية تقييد، والكتاب كبير جدا ولكن سماه تقييد. هي الالتزام بالمصطلح لا يلتزم هو وما قلته ان المتن المتن مثلا الشاطبية او ألفية ابن مالك او في جميع العلوم كان هناك المتن تضع عليه الشرح، والشرح توضع عليه الحاشية، والحاشية يوضع عليها التعليق. هذا هو المطلق المعروف، لكن قد تقع بعض السيجنالات في التعليقات او التقييدات او كذا، تقييد على قطاع او ينبغي ان لا تموت، ينبغي ان تظل حية في اذهاننا نستحضرها. انا مبتغي ان اصل في هذه المحاضره وان اصل كما قلت في البدايه ان لا يرى الباحث في التراب قطعا من الليل المظلم واكلعه النمل الاسود التي او طلاسم السحره والمشعوذين، لا ينبغي ان يرى فيها ضررا، ينبغي ان نستفيد من علمها. استاذ اللطيف تحدث عن انكم تتحدثتم عن الظلام والاكلعه، تحدث عن الطرر المظلمه، اذا كانت الطرر بعضها يظلم النص وبعض الطرر يظلم النص كما تحدث. هي صحيح ان هناك صعوبات، انا لا اقول ان كل الطرر واضحه، هي الطرق تجد منها ثلاث كلمات أو أربعة. هي صعوبة في القراءة، ينبغي أن ترجعوا إلى أصول، لا تكتفوا بالمصورات،
التعامل مع التراب لا تصفوا أصول، لا تصفوا بالمسلمات، ترجعوا إلى الأصول، ترجعوا إلى الأصول، نعم أصول، أصول المخطوطة، وطلبوا الأصول المخطوطة. صحيح أن مجموعة من الخزانات، خزانة الكتب الآن أصبحت تكتفي بال، نعم السيدة أو كذا، ولكن طلبهم لأنكم باحثين مثلا، تقول لهم أنا باحث كوديكولوجي أقتصر على دراسة خوارج النص، كي يهمني في الكتاب هو خوارج النص. تعرفون أن الآن خوارج النص هي من أهم مباحث النقد الأدبي الحديث. الآن في النقد الأدبي الحديث مثلا عند جيرار جنادي وجوليا كريستيفا وكذا يتحدثون عن جاكيت دوليف، يعني التصفير وكذا وكيف، هذا هو من مباحث الحديث في النقد الحديث. ينبغي أن يهتم أيضا الذين يدرسون التراث يهتموا أيضا بالتصفير، بنوع الورق، يعني أشكال، إذا كان الورق عربي يعني ما مكوناته، إذا كان ورق أوروبي ما هي العلامات الموجودة فيه. أيضا يهتموا بالحبر والتركيبات، ويهتموا أيضا بصناعة الملزمات، الملزمات مثلا 8 ورقات، 10 ورقات، 12 ورقة. هذه الأمور هذه مهمة ينبغي أن يتنبه لها الباحثون. أنا أدعوكم، أدعوكم إلى أيضا دراسة التملكات، دراسة الإجازات والسماعات، هذه مهمة وفيها خير كثير. وقد فتن جزا الله فضيلة الدكتور أحمد شوقي بن بين أن نبهنا إلى دراستها، وقد وجدنا فيها خيرا كثيرا. نحن أمام مشاريع علمية كبيرة ينبغي أن تنجز، مثلا دراسة تاريخ الكتاب العربي، الآن ما عندناش تاريخ للكتاب العربي، ما عندناش تاريخ للمكتبات العربية، ما عندناش معجم للنساخ العرب، ما عندناش تاريخ مجموعة من دور الكتب التي كانت عرفت في التاريخ. هذه هي نستطيع أن نبحث، أن نوجد كثير منها من خلال قراءة التملكات وقراءة خوارج النص. على توثيق النص كما أوضحت بكثير من التراث أنها توثق النص. فيها نص، فيها نصوص مقابلة يا أختان، فيها نصوص مقابلة. إلى النص وأثبت الصفحة والرقم الذي تحدث عنه مثلا. هي الطرر، أنا قلت أن أسلم أنها تثبتها كما هي، ولكن في نعم بدون إضافة. إذا شئت لك تعليق عليها فعلقي في المساحات المخصصة لك. تفضل. نسبة الختام إن شاء الله تكون حسنة. يقول نسبة الختام، وأنا أقول تقييد الختام، وكتانا ما بين الاثنين. عندي لو تفضلتم بالسماح لملاحظتين سبحان الذي لا يكبر جل من لا. الملاحظه الاولى تتعلق بلفظ المنحق، وهذا لفظ لم اسمعه من قبل، وانما الذي اعرفه هو الحق الشيء بالشيء إلحاقا، وهو الإلحاق وجمعها إلحاقات. وفي الشعر العربي السابق واللاحق، وفي هناك عنوان كتاب اسمه السابق واللاحق. الناحية الأخرى أنه يسعدني أيضا أن أرى بعض تلاميذي ومنهم محمد سعيد أن يحدث وتكلم بحضرة شيخه، ولا أنسبه إلى الحمق لأنه حاشا أن يكون كذلك، وهذا فخر لي وسعادة أن أرى أن علمي قد وصل إلى بعض تلاميذي. وهذه رسالتي التي كنت أود أن أنشرها في العالم بين الطلبة المهتمين. وفيما يتعلق بما تفضل به الأخ محمد سعيد حول الطرر والبرر، هناك القصة المشهورة لابن دريد حين كتب بعد أن مضه الفقر وأرهقه الحرمان، فكتب على كتابه وقد تخرج الحاجات، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك
علائق من رب بهن ظنيني. وهذه يمكن أن نعدها من الضرر والغرر التي أعادت الكتاب إلى صاحبه بعد أن قرأ مالكها بعد أن قرأ مالكها هذا البيت، فسأل من كتب هذا، فقيل له ابن دريد، فعاد له الكتاب وأكرمه إكراما يليق به. وهذا أيضا في يومنا هذا. الناحية الأخرى اللغوية التي أود أن أنبه عليها أن كثيرا منكم يقول ما يلي ما يلي، والصواب ما يأتي، وقد سمعت هذا. الناحية الأخرى أو المعلومة الأخرى التي أود أن أنبه عليها هو أن الكثير من المشتغلين بالمخطوطات وبعلم الاقتناء والعقل الكولوجي لأني أكره اللغة لا يفرق بين الحب والمداد، لا يفرق، والكثير منكم لا يفرق، وأنا واثق منها أنا الأول لا أفرق. من اعترف بذنبي فلا ذنب عليه. وهذا حقل وقع فيه الكثير من المشتغلين بالمخطوطات، كثير وقل كثير. والفرق بسيط جدا، أن المداد يعتمد على العنصر الزيتي، والحب يعتمد على العنصر المائي، وبقية المواد التي تدخل في الاثنين هي تقريبا واحدة. وسبحانه وتعالى ذكر المداد والبدر والحبر، والحبر ذكر في العصر العباسي الأول. نعم، هذا ما وإذا أردتم الاستفادة والاستزادة من الفرق بين الحبر والمداد فعليكم بكتاب الاجتماع إذا توفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الجزيل لمحمد سعيد على هذه المحاضرة الرائعة المليئة بكل سمين ودسم. والسلام عليكم. ونؤكد له أننا طلبة زلنا طلبة للعلم، ونأخر بأننا درسنا عليه وسفدنا منه الشيء الكثير. وحقيقة أنا أخجل من أن أقف بين يديه وبين أمثاله شيوخي، لكن قد دفعنا إلى ذلك دفعا، دفعنا إلى هذه المضايق دفعا، ومن دفع إلى هذه المضايق لا شك أنه يخطئ، وجل من لا يخطئ. ولكن ما أقبح أن يداور الإنسان ويكابر في تبرير الخطأ. كما قلت أن المرأة مفتون بتأليفه نفسه في مدحه الغاوية، والفرق من ناظره أن يرى ما قد حوى بالمقلة الغاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.